بعد تساؤلات ليست في صميم مسائل فقهية، أظن أن الإشكالية بالنسبة للمالية الإسلامية في المغرب وهو المركز أو الضغط على القرار السياسي غير متواجد، بحكم أن هذه الندوات المباركة تقام في مجموعة الجامعات ولكن ما كاينش التفعيل ديالها. بالنسبة لي الفكرة الأساسية وهي تكون الشبكة ديال التواصل ما بين الجامعات على أساس ينسقوا العمل ديالهم ويفعلوا واحد ينجزوا واحد مخطط استراتيجي ويفعلوا لإدخال المالية الإسلامية ويحاولوا ما أمكن يضغطوا على وسائل على القرار السياسي. القرار السياسي من كنتكلموا دائما كنتكلموا على بنك المغرب، واش بنك المغرب شي غول ما يمكنش الواحد يدخلوا. يمكن الواحد إلا فكر راه دور العلماء غير مفعل ولا مهمش تماما، لأن ما كان حتى شي عالم هنا في المغرب اللي غادي يسمي التسميه او الاسم بسميتو. الفائده الربويه البنكيه هي ربا، اذا ما كاينش هاد التفعيل. ولا تكون واحد الشبكه اذا كان امكن ويتفاعلوا فيها الجامعات، بحكم حتى الدراسات الميدانيه منعدمه، كننتظروا اذا جا شي خبير من الخارج ولا شي مكتب الدراسات باش عاد يقوم بدراسه ميدانيه. اظن الجامعه مؤهلة إلى خدات زمام الأمر هذا المجال وفعلت سميتو جميع المجالات ديال التفعيل. غير نقطة أخيرة وهي ملي كنتكلموا، سمح لي يا أستاذ، غير ملي كنتكلموا على إدخال أو فتح فرص للبنوك الأجنبية أو الخارجية باش تدخل، يمكن قفلنا ونسينا بلي كاين بنوك وطنية اللي الركيزة الأساسية ديالها والدعم هو داك الممولين الصغار. إذا خديت أنا على سبيل المثال البنك الشعبي، القرض الفلاحي، بريد المغربي إلى آخره، يمكن رؤوس الأموال تدخل وتضغط على أساس تولي أسلمت البنوك التقليدية. أما بنك إسلامي جديد يدخل لهنا ما يمكنش ينافس، صعيب الحال بحكم أنه باش تسمح لي ها باش اسئله متواجده الاخر ان شاء الله ما تطولوش في التدخل ديالكم ان شاء الله. دقيقه باش نتمكنوا من الاساتذه باش نقولوا لنا حوار، ربما هما الاساتذه المختصين هما يقدروا يعطيونا اكثر، لان الا كان شي سؤال مباشر او لا تفضلي. لا زالت تدخل المغرب هذا القول هذا، فانطلق مما سبق ان قاله الدكتور الثاني على ان المصارف الاسلاميه في المغرب ستواجه تحديات، ولو انشئت فعلا سوف تواجه تحديات حقيقيه واقعيه قانونيه واجتماعيه واقتصاديه وسياسيه. يعني صراحه الاشكال من الناحيه الفقهيه، اظن ان ما شاء الله الكتب الفقهيه قد تناولت التأصيل الفقهي لمجموع المعاملات المالية الإسلامية، سواء في فقه الإمام مالك أو في باقي المذاهب الأخرى، لكن الإشكال المطروح هو التطبيقات المعاصرة لهذه المنتجات. فأحبذ لو أننا نخرج من هذه الندوة بتوصيات تشكل أرض للانطلاق، وأناشد الجميع من هذا المنبر أن تكون لنا قوة اقتراحية، لأن الدستور المغربي الحالي أعطى لجمعيات المجتمع المدني واحد قوة اقتراحية أنه يساهم بشكل كبير
وكنتمنى من هذا المنبر وجدي ان نتكتل جميعا من اجل الدفع بتطبيق الماليه الاسلاميه في المغرب، وللملاحظه وللاشاره فقط انه قبل تقديم مسوده ديال القانون البنكي كان هناك مشروع للقانون لقانون المصارف الاسلاميه، يعني شخصيا انا عندي كامل متكامل قدم من طرف مجموعه من الاساتذه الى البرلمان ومسجل في البرلمان تحت رقم محدد، لكن الاشكال المطروح ان هناك لوبيات خفيه يعني اخفت هذا المشروع وقدمت البديل في اطار باب ثالث في قانون البنكي. شكرا كريما للدكتور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال الاستاذ عمر كان حتى يوازن الكفه بين الجهتين. سؤال يجي سؤال يعني في العمق، هل الماليه الاسلاميه او المصرفيه الاسلاميه تشكل منافس حقيقي للماليه الكلاسيكيه؟ واعطي فقط معطى واحد، ان نسبه الاضنكه في المغرب لا تتعدى ما بين 20 حتى 25 رغم ان الاشارات الرسميه تدل على 47% وهو خاطئ 100%. شكرا لحضره الكماوي. نكون استاذ شاكر طبعا استاذ شاكر من بعد دوز استاذ مرحبا. طبعا العنوان ديال الندوه هو المالية الإسلامية تحديد التنمية. انا غادي نسال واش اي تنمية، واش في المغرب مرحلة ديال تنمية المالية الإسلامية، لكن هي في حقيقة نميوها ونضغط على السؤال خاصة للجامعيين والأساتذة الباحثين في الجامعة ونشاط الرأي ديال الشبكة بين الجامعات إلى غير ذلك. نعطي التحديات اللي كاينة هي أمام البحث العلمي وأمام كذلك التكوين الجامعي. هذا نقطة السؤال الثلاث، لأن معنا اقتصادي معنا فقيه معنا مهني، وبالتالي هي كاين واحد التكامل في مجال التكوين. مثلا بغينا نديروا واحد التكوين جامعي سواء ماستر ولا ليسونس، واش حتى طرحنا حنا اشكال في الجديد، واش من الكليه التي تحمل هذا التكوين؟ واش هي ديال الشريعه؟ واش هي الاقتصاد؟ واش هي مدرسه ديال التجاره؟ واش كاين اشكال الركريتمون ديال الطلبه؟ واش يجونا من اي تخصص بالاخص ماستر؟ مشكل اللغه، لكن عدة لكن شي توضيحات في هذا المجال وشنو التجارب الناجحه في هذا المجال. مسألة البحث العلمي. النقطة الثانية، هناك الحمد لله صحوة إسلامية في المغرب، وهناك تعطش للطلبة تسجيل دكتوراه في مواضيع إسلامية، الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية، ولكن هناك قلة تأطير. وكاين بعض المرات مؤطر لا يفهم ونقول من مراسم، لأن ما كاينش التكوين المنهجية البحث في المجال الإسلامية، وبالتالي غيخرجوا منه واحد الدكاترة اللي ناقصين، ما كاينش عندهم تأطير فقهي، ما كاينش تأطير هذا، وبالتالي هذا هو التحدي الكبير بالنسبة لي في هذه المرحلة ديال إدخال المالية الإسلامية في الجامعة المغربية. هنا هو الدور ديالنا حتى الأساتذة كاملين، وهنا مع الأخ ديال واحد الشبكة من أجل باورة بعض المقررات اللي خصها تكون تعتمد، وكيف ماشي نخليو كل واحد تجربة بوحدها قدام ما غاتنجحش. كاين ديال ستي كاين كاين البريد دابا داخل، نركزوا على هذا الجانب ونكون في التوصيات ديال الندوة إن شاء الله. شكرا استاذ الحكماوي. استاذ جمال الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سانطلق من التساؤل الذي طرحه الاستاذ، هل هي منافس حقيقي؟ وان طرحها للاستاذ الدكتور الثاني، ومن ضمن ملاحظه ديالي هو انها تكون منافسا حقيقيا اذا كانت فعلا البنوك الاسلاميه حسب المبادئ التي ينبني عليها البنك الاسلامي المحض، ما اذا كانت بنوكا كما سماها الدكتور الثاني البارح انها تحمل فقط اسم البنك الاسلامي فهي من ذريتها
وبالتالي هي فتستعملها فقط لتشويش على البنك الإسلامي، تستعملها في إطار ممكن أن نسميها بالمصطلحات التجارية منافسة غير شرعية، بل أكثر من هذا أنها منافسة يعني سيئة وملبودة، تستعملها لصالحها. بغيتوا البنك الإسلامي، هو البنك الإسلامي دار السفر. أنا من رأيي بعض الأساتذة اللي قالوا على أنها لا بنك إسلامي ولا يحزنون، فقط كانت يعني سيتي أن برودوي بور دير فوالا كيسكو سي كاين بنك إسلامي. دونك ميتنون روفوني سي فولي أو بوان دو ديبار إيفو ميو أون بنك تراديسيونيل. علاش؟ لأن اللي كنشوفوا البورسونتاج نتاعهم إتسيتيرا، ومن خلال التجربة نتاع الناس كيقول لك اللهم أون بنك تراديسيونيل أفيك أنا تيغي شوية قصر، لا أكثر من هذا اللي كيعتبر على أنه ما فيش ريبة إتسيتيرا، ولكن فيها واحد يعني الـ 1% تخي زيلبي. هذا أما النقطة الثانية أيضا ننطلق من خلال ملاحظة الأستاذة، وهي كيف أنا بلورت السؤال بطريقة أخرى، كيف يمكن يعني بلورة هذه البنوك الإسلامية حتى يمكن أن نطبقها يعني في النظام الإسلامي المغربي أو في المغرب بصفة عامة؟ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار شيء مهم جدا، وهي خصوصية المغرب وخصوصية النظام الإسلامي. حتى يمكن أن تكون بين بنوك، يجب أن تكون هناك قوانين تنظم هذه البنوك. من يطرح هذه القوانين؟ هل الناس الذين يؤسسون ويطرحون هذه القوانين هم في قرارات أنفسهم يعتقدون ويقتنعون ومقتنعون على أنه يجب أن تكون بنوك إسلامية؟ أنا لا أظن هذا، لأنه إذا أعطينا التجربة الكويتية، لأن الناس الذين في مراكز قرار يعتقدون ويسون كونفانكو pour qu'il y ait une banque islamique. Alors qu'ici, au Maghreb, ils ne sont pas convaincus. Obama, c'est bien pour nous, le Maghreb, les citoyens. L'autre, c'est que la banque islamique est mahda, c'est bien pour nous, Obama, les zubalats, les banques, les adhiers, les targelions. Ça, ça ne va pas arranger justement les grandes entreprises bancaires liées à Tijani et Darjel Oula. On va dire que c'est un peu plus de la fiscalité. Quand vous savez qu'il y a des lobbies, on va dire qu'il y a des lobbies, mais il y a un blocage. Donc, est-ce que vraiment النقطة اللي في القرار باغيه البنوك الإسلامية، ونجي أبارتيغ دو ميتنون أبارتيغ دو سكون فوا ميتنون ما كاينش ما باغيين شي باش تكون البنوك الإسلامية. دونك كومون إذا كان السؤال كيفاش يمكن لينا بلورة وربما إدخال إصلاحات ما عرفتش أنايا ولا حيل دينية ربما باش تكون على الأقل غير فكرة معاملات إسلامية داخل البنوك المتواجدة حاليا. شكرا أستاذة فاطمة، تفضل أستاذة مجدي. شكرا محمد جناتي، لدي توضيح ثم سؤال مباشر. ما يخص التوضيح، يعني فيما يخص الماليه نتحدث كثيرا، ولعل ان الكثير منا يعتقد ان المشكل في التمويل او النقطه التي تحدث عنها السي عمر الثاني، تلك المؤسسات التي تضمن يعني السيوله الماليه والرواج المالي. انا اقول ان المشكل لا يكمن هنا، المشكل هنا كازمه ثقه. وزنك أزمة ثقة ما بين أغنياء ملاك الأموال وما بين أصحاب القرارات السياسية. فواحد القضية نقولها في المغرب، الفلوس هي السهلة. باش تلقى اللي مول لك واحد المشروع اللي فيه نوع من الإحسان ونوع من خدمة المواطن، راه كاين الناس بزاف. ولكن الغني ليس مستعدا لإعطاء ماله لجهات لا يثق فيها. هنا أعطي ثلاث أمثلة حتى نكون عمليين. فهذا المركز الذي نحن نتواجد به بني بأموال المحسنين، عندما علموا أن أموالهم سوف تستخدم في تمويل مشروع خيري ومشروع ثقافي لم يترددوا في ذلك، قنوات موجودة. أنا وصلتني المعلومة باعتباري عضو في لجنة الدراسات والأبحاث التكوين في المجلس العلمي المحلي ببركان، واحد الغالي في مدينة بركان جابوه هنايا، شاف هذا المركز قال لهم أنا مستعد نبنيه لكم. ثم بلوروا المشروع فين توصلوا للفلوس الواحد. والعضو في اللجنه اللي شي موثق بالاسم كان جابوه غير شاف هذا المركز، قال لك اسيدي حنا في بركان نديروا واحد المركز بحال اللي كان في وجدت. ف رئيس المجلس العلمي استاذ السي حباني، الدكتور السي حباني في بركان، قال لك عندنا ثلاثه محسنين، واحد عرض عليه يبني ان فاكولتي بلوغي ديسيبلينار بركان على شكل الكليه متعدده التخصصات الناظور، وواحد
اقترح عليه يبني واحد شي كتابه كبيره لا تضاهيها كتابه في المغرب. الفلوس موجوده هي سهله، خاص غير الطرف الاخر يحضر بالثقه ديالك. اذا فما هذا فيما يخص التوضيح، لان هذه النقطه كان شاعر لها السي مهدي مداخله وما طرحتناش الفرصه باش نناقشوا، ما عطوناش فرصه للنقاش كان الوقت اللي يسمع. ان المشكل ماشي في جمعيه المجتمع المدني والفاعلين، جمعيه المجتمع المدني متقدمه جدا مع بالمقارنه مع صناع القرار فيما يخص الماليه الاسلاميه، باغيه الناس كتثق في الاسلام وباغيه الاسلام ومستعده تعطيه الفلوس. البلوكاج كما قالت الاستاذه راه كاين الفوق لي ديسيدور لي بوليتيسيان هما اللي دايرين البلوكاج. السؤال مباشر السي الفقيه، حنا البارح تحدثنا على نقطة مهمة جدا وقاعدة من القواعد الكلية في الاقتصاد الإسلامي، وقلنا على أن بالحرف لا يتم التبرع إلا بالقبض، لا يتم التبرع إلا بالقبض، وتحدثنا شرحنا بالجانب القانوني وتحدثنا الحيازة القانونية والحيازة الفعلية. ففي القانون لا نعترف بالحيازة القانونية فقط، أنتهى بدارا لشخص يسدها 20 عام يقدر يجيو الورطة يقولوا له لا ما سكنش فيها، هو عنده حيازة قانونية الورق عنده بصح ما عندوش حيازة فعلية، ما سكنش ما استفدتش بها، يقدر الورطة يتراجع عليها في القانون المغربي وجابوها من الفقه المالكي. والآن راك تقول كنت سمعتك تقول لنا الحيازة غرفا جائزة، فوقع لي واحد النوع من الخط لا ممكن توضح لنا فيه المذهب المالكي اللي جبنا منه هذه القاعدة لا يتم التبرع إلا بالقبض. بنينا عليه قاعدة قانونية مفادها أن الحيازة لا نعترف إلا بالحيازة الفعلية ولا نعترف بالحيازة القانونية. كل واحد القاعدة تكتبها مع هذه. نعم. يجوز في ما يجوز في المعاوضات لا يجوز في التبرعات. إذا هذه القاعدة ديال لا يتم التبرع إلا بالقبض. لا تبرعات فقط. ما يجوز في التبرعات لا يجوز في المعاوضات. يعني في العقود التبرع. ولذلك قالوا الغرام يجوز في التبرعات لا يجوز في بحال الشعيب مع موسى قال لي انت اجرني 8 حجاج اعطاه لمراه وقال خدم على 8 سنين قادر يموت لي غير في 4. نعم. ولذلك قال المال في الاسلام لا يكل لا يؤكل الا بشرطين، التراضي الا ان تكون عن تجاره عن تراضي او فان تبنى لكم عشر نفسا فكلوه زد. اذا فالتبرعات تكون بطيب الخاطر، ولكن بالنسبة للهبة عند قواعد في العاصمية، لأن لو كنا شرحناها الآن قد تعجب علاش داروا الفقهاء هذه القضية. ولذلك قلت لكم في محاضرتي أتحدث العالم لم يوجد أذكى من الفقهاء. التبرعات في التسعينات وهذا اللي قال لك خصو يدور معايا باش يدير لي الدرس فقط. استاذ مكان كاين استاذ سامر الثاني بغايا السلام عليكم. باش نبقاو متفائلين، الان نحن في مرحله المنهجيه يعني الاستمراريه كيف؟ لانه حقيقه هذه الدول حقيقه لبت الكثير من الطموحات بحيث خلقت ذاك الجو ديال الشغف والفضول العلمي وحب المتابعة. كاين جمعية ديال الاقتصاد الإسلامي، هذيك الجمعية عندها تاريخ وعندها تجربة وعندها فروع، وذاك الفروع منها سي مهدي الله يطول عمره تينشط بزاف في الدار البيضاء. بغينا هاد الفروع تنشط حتى في وجدة. بغينا علاش تنشط؟ لأنه ملي تيكون فرع تينشط تيكون على اتصال مباشر مع الناس الآخرين. إذا كانت ندوة، إذا كانت دورة تكوينية، إذا كانت زيارة ديال الخبير ولا البنوك الإسلامية ملي جاو بنك فيصل الإسلامي اتصلنا بهم مجمعين والتقينا بالأعضاء ديالهم وتقدموا وقالوا احنا مستعدين نفتحوا الباب لدورات تكوينية للمتخصصين في المالية الإسلامية وفي الأبناك، يديروا دي ستاج في البنوك في بنك فيصل الإسلامي. نفس الشيء مع بنك قطر اللي من عنده خبير مغربي دكتور محمد أحمد. إذا كاين هذه الإمكانيات. الآن
كاين مرحله ديال التواصل الشبكه او استمراريه بالتواصل بشكل كبير بيننا، كاين امكانيه تبادل الوثائق وجمع الوثائق. وانا اقترح على الاخوه انه من التوصيات يكون اتصال مع فرع بنك البنك الاسلامي للتنميه، يعطيهم ان جو، يعطيهم واحد يعني مجموعه من المطبوعات ديالو في مجال الاقتصاد الاسلامي. اذا خص تكوين مكتبه مصغره للماليه الاسلاميه هنا في هذه المنطقه الشرقيه، لان انتم تحسوا براسكم شويه معزولين، حقيقه انتم بعاد. والواحد خصو يبات ليله تيتسنى باش يشوفكم في الصباح. ولكن ما كاين الناس. يعني المهم هو انه هذه العمليه حنا المهمه ديالنا كاساتذه جامعيين هو نشجعوا جوج اساسيه، التكوين والبحث العلمي. هذه وظيفتنا. من الناحيه الاعلاميه مره ننزلوا على الدوله ونقولوا لها ودي راه ما تديرش، راه هذا الشيء ماشي هو هذاك. ونتابعوا، لان خص ضغط، خص ضغط اعلامي. تتعرف الدوله راه تتقرا هذا الشيء بزاف، تتقرا وتتاثر به. ولهذا خص ضغط اعلامي. ماشي نعولوا عليهم انه يتنازلوا بسهوله، ما غاديش يتنازلوا بسهوله، لان هذا نظام، سي ان سيستيم. الجذور ديالو مغرسين حب الله، باش تقلعهم خصك تحفظ مزيان. اذا خص واحد المهله ديال هذا وديال الصبر، وفي ان واحد الضغط، استمراريه الضغط، استمراريه الضغط. ولكن ما نضيعوش الوقت، لانه الى نشات هذه المؤسسات في المغرب شكون اللي غادي يشتغل فيها؟ خص يكونوا متخصصين. غادي نعاود نجيبوا خبراء من الخارج، يمكن نجيبوهم لفترات ضيقة في تخصصات وفي عمليات محدودة، ولكن خصنا نعتمدوا أساسا على الخبراء ديالنا. إذا نحن الآن كما قلت الإخوة في مرحلة تكوين المكونين، تكوين المكونين، باش هذوك المكونين عاد ينتشروا في المدارس وفي المعاهد العليا، باش يديروا عملية تعميم المعرفه في مجال الماليه الاسلاميه، وهو مجال معقد. علاش معقد؟ لانه متعلق بالجانب الشرعي اللي هو جانب يعني فيه مسؤوليه انسانيه كبيره جدا، ومعقد لانه الجانب المالي نفسه معقد. وبالتالي اي تكوين في المجال الماليه يحتاج اولا الى تكوين في الماليه التقليديه، وعاد المرور الى الماليه الاسلاميه. علاش؟ لان يعني الا ما عندكش قواعد تسيير السوق الماليه التقليديه ما يمكنش تطبق الماليه الاسلاميه، لان غادي تطبقها في المحيط هو اصلا ربوي، ولهذا خص يكون الواحد امتلاك الاليات. فاذا وظيفه الناس اللي تيشتغلوا هنا بالهذا هو توفير التوثيق، توفير مجموعه من الوثائق المتعلقه، باش حتى اللي ينطلق في البحث العلمي او في التدريس يكون عنده مراجع. خص تكوين اون بنك دو دوني، بنك للمعلومات. خص شبكه للمتخصصين في جميع المشاريع، سواء شبكه مغربيه او شبكه دوليه. اذا خص يكون عندكم العناوين ديال الناس اللي متخصصين في الجانب الشرعي في المغرب، اللي متخصصين في الجانب الاقتصادي والمالي، اللي متخصصين في الماليه التقليديه واللي يمكن يساعدوا على التكوين في الماليه التقليديه. خص اون بونك دو دوني، يعني خصنا نخدموا بطريقه عمليه. هذه شبكه ماشي بسهوله غادي تعطي كل واحد من الناس اللي عندهم سوابق في هذا الميدان يعطيوكم على المعطيات ديالهم. بغينا متخصص في المحاسبه في الماليه الاسلاميه، شكون شنو تنصحونا؟ شكون نعيطوا له؟ كاين قشطاقه نجي السوري المتخصص ولا هذا، كاين غادي كاين ناس في المحاسبه في المغرب اكسبير كونتابل، بداو تيهتموا ب
بالماليه في الجانب هذا، حتى هما يمكن لهم يساعدوا. اذا هذا عمل تنظيمي. بالنسبه للتكوين، خص التكوين كاين اسلوب ديال الماستر وكاين التكوينات الصغيره المؤقته او الخفيفه. كاين التكوين الخفيف، يمكن المرحله الاولى من المصلحه انه ما ديروش الماستر. علاش؟ لانه الماستر خصو في الاول يكون عنده ثقل علمي، ماشي يعني في المرحله الاولى تكون واحد المجموعه ديال الناس اللي تيديروا لا فولغاريزاسيون والانيسياسيون، يعني المدخل الى الماليه الاسلاميه. وداك الساعات هذوك المجموعه غادي تتصل برجال الاعمال وتتصل بارباب الابناك ودير معاهم دورات تكوينيه، تفتح لهم هذا المجال باش هما نفسهم يبداو ياخذوا الاساسيات والمبادئ الاساسيه وتشوقوهم الى المزيد. فاذا غادي تكونوا شبكه ديال التواصل مع المؤسسات الماليه في هذه المنطقه، مديري الابناك، المؤسسات الشركات الكبرى، الاغنياء غادي نحتاجهم واحد النهار بانه غادي هذا باش هذه المؤسسات. النقطة المهمة كذلك، إذا فتحتيو مجال التكوين في المالية الإسلامية، نقطة أساسية ويفتنوا لها الأنجلو ساكسونيين ولكن الفرنكوفونيين يمكن ما تيفتنوا لهاش بزاف، هو أي مؤسسة ديال التكوين خص تكون معها موازية شعبة ديال البحث العلمي. تلقائيا اللي تنطلق التكوين ينطلق البحث العلمي. علاش؟ لانه هذا الجانب ديال الماليه الاسلاميه ككل الجوانب الاقتصاديه كما قال الدكتور الشرقاوي متحرك ماشي ساكن، ولهذا البحث العلمي باش يتابع. والدكتور مشعل ملي العرض ديالو بينا على انه حتى الجانب الشرعي متحرك وفيه اجتهادات وفيه هذا ومتغير. هذه المسائل هذه يجب كذلك يعني تحييد المعرفه في مجال المستجدات في مجال الماليه الاسلاميه. اذا يعني شنو خص الان؟ خص ديروا ورقه عمل، كل واحد منكم من المجموعه يفكر يدير ويجمعوا ويديروا دي طابلوند ويديروا واحد ورقه عمل. هاد الناس اللي في هذه المنطقه الشرقيه شنو يمكن لهم يعملوا في مجال الماليه الاسلاميه، سواء في مجال التكوين او في مجال الاعلان او في مجال التوثيق او في مجال البنك البشري اللي يمكن بنك ديال لي ريسورس هيومان اللي يمكن نوظفوه. وغادي ديروا ان ترافاي اكري توثيق تقييم الامكانيات والمقترحات والمستجدات، وعلى ضوئها ديروا خطه عمل. هذا اللي في اعتقادي، والسلام عليكم. شكرا الدكتور عمر الكتالي. كلمه اخيره للاستاذ الدكتور مشعل. كلمه اخيره للدكتور الاستاذ ديالنا الشركيات علاش؟ انا خمني طيب انا احب ان يعني عندي تعليق ختامي، ملاحظه ختاميه فيما يتعلق بحراك المغرب نحو المصرفيه الاسلاميه في اطار القانون الذي اخفي فجاه ودخل قانون اخر مكانه. الحقيقه الدول التي تطبق المصرفيه الاسلاميه ناقشت قضيه السماح بالنوافذ أو عدم السماح بالنوافذ، السماح بالشركات التابعة للبنوك الربوية أو الفروع التي يتم إنشائها مستقلة عن البنك الأم، بمعنى في فرق بين كل هذه الأمور.
على سبيل المثال ماليزيا تمنع النوافذ من رؤية إشرافية رقابية إشرافية، سوريا تمنع النوافذ برؤية رقابية إشرافية، قطر أغلقت النوافذ بنفس الرؤية، عمان منعت النوافذ وهي داخلة على التجربة المصرفية الإسلامية حديثا، تونس هناك صراع كبير حول منع النوافذ وهو الرأي الغالب في القوانين، لكن عدد البنوك في تونس كبير جدا فضغط بهذا في التفكير والتروي حول هذه النقطة لأنه لا يمكن استحقاق